أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تعطونا آراءكم باللي راح نعرضه لكم أو بالمواضيع اللي موجودة عندكم وتريدون تحجون بها بالبرنامج. اللي يريد يتصل بينا أرقام البرنامج ظاهر أسفل الشاشة، يقدر يتصل بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام الأربعة. في حال ما تأمن الخط لأي سبب إن كان، تقدرون تتواصلون ويانا على برنامج الواتساب برسائل مكتوبة أقدر أقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم على الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب. في حال بعثتوا لنا رسالة أتمنى تكون الرسالة متبوعة بالمكان والاسم حتى نعرف اللي كتب لنا منه ومن وين ونقراها إن شاء الله. نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا هو ملف قلة المباني بالعراق. لكن اليوم ما دا نحكي لا عن مستشفيات ولا مدارس، اليوم راح نحكي عن المباني الحكومية الرسمية. إي نعم عزيزي المشاهد، أنت سمعتني صح لما أقول لك مباني رسمية، لأنه ما اقتصر نقص المباني الحكومية على مستشفيات ومدارس، لا صار دوائر. وصل الحال بمحافظة ذيقار أنه يتزاحمون أعضاء مجلس المحافظة ببناية تشترك بها ثلاث دوائر حكومية ثانية، هي بناية دوائر. اسمعوا وياي، دائرة إسكان ذيقار، عفوا أربع دوائر بها، دائرة إسكان ذيقار، دائرة مباني ذيقار، دائرة الاستثمار الوزاري، دائرة الجهد الخدمي في ذيقار. تخيل أربع مباني وجاهم الخامس اللي هو عضو مجلس أو أعضاء مجلس المحافظة. دائرة الجهد الخدمي اللي يتبع رئاسة الوزراء، يعني هل من المعقول العراق أبو الميزانيات الانفجارية والملايين والمليارات التي تصرف هنا وهناك، أربع دوائر رسمية تتشارك بمبنى واحد وراح ينضاف لهم مجلس المحافظة حتى يصيرون خمس دوائر رسمية؟ تعالوا سوية خلونا نشوف. طبعا جتنا مناشدة من الموظفين داخل البناية، طبعا هاي البناية دائرة الأسكان في ذيقار اللي هي على السريع العام قرب مركز شرطة الفداء، ودائرة المباني ودائرة المشاريع الاستثمارية الوزارية ودائرة الجهد الخدمي التابعة إلى رأس الوزراء. طبعا أربع دوائر هنا، طبعا ذن اربع دوائر، اذا اجت مجلس محافظه هنا او اعضاء مجلس محافظه، ذول موظفين 400 الى 300 موظف مصيرهم مجهول، مصيرهم ما يعرفونه وين، يقول لك احنا وين نداوم بعد. فاحنا ندري اعضاء مجلس محافظه هي حلقه زائده ودكاكين للاحزاب، وهي كانت مرفوضه من الشارع العراقي او من الشارع الذيقار بصوره عامه، لكن هناك خرق قانوني حسب ما يدعي السيد الحلبوسي سابقا بين هناك، واستغلوا القوانين الدستوريه واعادتهم الى اعضاء مجلس محافظه، يعتبرون هم اصحاب قرار لكونهم جهه رقابيه وتشريعيه. طبعا احنا نعرف محافظ ذيقار او الحكومه المحليه بصوره عامه في ذيقار ما عندهم بنايه، هم مسجلين بنايه من وزاره النفط. هل يا ترى اليوم اعضاء مجلس محافظه يستولون على هذه المباني؟ تخيل حبيبي انت تراجع واحده من ذني الدوائر الاربعه، انضافت لنا الخمس الخامسه، وتروح الطب هناك ويقول لك الموظف راجع الديوان، الطب للديوان، هاي مو يمي عيني، هاي الديوان مال فلان دائره، طب غير ديوان عيني، مو احنا الديوان الاخ، شنو الموضوع؟ معقول العراق ما بي مباني؟ احنا نعرف عندنا ناقص مدارس، بس اللي نعرفه عندنا ناقص مدارس لاسباب عده، تلكؤ، هدم، فساد، حروب، صار عندنا نقص، بس ما شايفين دوام مزدوج بدوائر رسميه. زين الموظفين هنا يداومون بهذا المبنى الصغير أربع دوائر، وهسه خمسة طبت لهم شفتات من 10 الصبح ل 12 الظهر الدائرة الفلانية، من 12 الظهر ل 2 الظهر الدائرة الفلانية، من 2 الظهر ل... شنو الموضوع؟ زين ال كل دائرة لها سيستمها الخاص، كل دائرة لها مرجعية خاصة بها وتبعيات، كل دائرة لها اعتبارية خاصة بها، وكل دائرة تتبع جهة معينة. هذا الترتيب راح تسووه بهالمبنى الواحد شلون؟ زين اللي يجي يطب هنا يقول له أنا دا راجع الدائرة الفلانية،
أبو الدائرة الثانية إذا عنده مشكلة ويا الدائرة الأولى ما يخليه يدخل مثلا؟ وين قاعدين؟ يعني معقولة بال 2023 بلد مثل العراق ما بي مباني دوائر رسمية تقعد بيه؟ هذا السؤال اللي من المفترض أنه يفكرون بيه السياسيين. عندنا ناشط من المحافظة يتساءل الناشط ويقول يعني معقولة أربع دوائر خدمية راح يكون مصيرها بالشارع بسبب مطالبة أعضاء مجلس المحافظة بإخلاء بناء دائرة الإسكان لأنهم ما يريدون يتشاركون الجماعة؟ لا، يقولون لهم أنتوا طلعوا برا إحنا نأخذها. مجلس المحافظة حسب الناشط سنة 2009 إلى يومنا هذا ما عنده دائرة خاصة بي أو مبنى خاص بي. بالسابق أخذوا دائرة المجاري القديمة، وراها أخذوا المدرسة النموذجية اللي تعرضت إلى حرق أبان تظاهرات ثورة تشرين، وهسه دا يحاولون يستحوذون على دائرة الإسكان. زين المحافظ وين؟ رئاس الوزراء وين؟ المتابعة والتفتيش وين؟ خلونا نشوف. طبعاً إحنا حالياً يم دائرة الإسكان قرب مركز شرطة الفداء. الموظفين طبعاً تواصلوا ويانا قالوا عمي لحقونا، إحنا ما عندنا غير هاي البناية وبيها أربع دوار، دائرة الجهد الخدمي تابع رأس وزراء موجود هنا، دائرة الاستثمار الوزاري تابع وزارة الإسكان والإعمار موجود هنا، الإسكان موجود هنا، دوار خدمية وتهم المواطن. من الأفضل أعضاء مجلس المحافظات خلصوها حل بينه لو هاي دوار لو هاي من الأهم؟ أنتم حاولين تستحوذون، إذا أنتم من 2009 لحد الآن أنتم ما سويتكم بناية خاصة بكم تفترون بيها، ساعدات المجاري القديمة يصف المصرف يمجز الزيتون، رجعتوا خليت المدرسة النموذجية واحترقت من وراكم. سؤال، إذا هم أعضاء مجلس محافظة يعني هم لهم علاقة بالإدارة للمحافظة، أكو مبنى للمحافظة اللي قاعد بالمحافظ مال محافظة ذي قار محمد نافورة، ليش ما يروحون يقعدون يمه؟ إذا هم شغلهم مرتبط واحد بالأخ، هذا سؤال رقم واحد. رقم اثنين، ليش يستحوذون على دائرة أخرى؟ يعني فلنفترض عندنا نقص بالمباني الإدارية، ليش ما فكروا بالمحافظة بدل ما يبنون نافورات ما لها عايزة بملايين ومليارات الدنانير؟ ليش ما فكروا يبنوا لهم بناية صغيرة لمجلس المحافظة ويفضوها للسالفة؟ بس هم الجماعة يقول لك من 2009 لليوم هم متعلمين، يا مجلس محافظة يجي ياخذ له بناية، دائرة مجاري، مدرسة، هسه دائرة الإسكان. يقول لك الدوائر الخدمية، يعني كأنما يوجه لك اياها الصورة انه الدوائر الخدمية ما لها عايزة، فعلى شنو دائرة الإسكان هي واربع دوائر خدمية او ثلاث دوائر خدمية ثانية موجودة لخدمة فتشي اسمه مواطن؟ عندهم دائرة رسمية وإحنا أعضاء مجلس محافظة، إحنا الراية مال محافظة، ليش ما عندنا دائرة؟ لا، دول يطلعون برا وإحنا نأخذ الدائرة ونصول ونجول بها براحتنا، وهم يحيرون بنفسهم، يفتح له كم بار، يقعد له بالشارع، يخلي شمسية ومية كأن عرض حال شيء، هاي عادي، لأنه شنو يعني خدمة المواطن؟ هذه كأنما محافظة ذي قار أعضاء مجلس المحافظة هيك دا يبينون. قضية ثانية من البصرة أمام أنظار وزير العمل والشؤون الاجتماعية اللي يتبع إلى حكومة الإطار التنسيقي ويتبع الإطار التنسيقي وكل المعنيين في قسم حماية المرأة في البصرة. أكو معاناة بسبب الكمية الكبيرة من المراجعين وقلة الموظفين اللي يخلي الدائرة عبارة عن ازدحام مو طبيعي، ما تستوعب كمية المراجعين الكبيرة، واكتظاظ غير مبرر وتأخر في إكمال المراجعات لهذه الأسباب. فيا ترى شباب العراق اللي دا يظهر ويريد يشتغل ليش ما حد يباوع لهم؟ ولما الناس تطب وتراجع وتشوف هذا الازدحام ليش ما حد يفكر بيهم؟ هذا اللي بين لنا هذا المواطن.
أنا متواجد وخلفي قسم حماية المرأة في محافظة البصرة. حقيقة الوضع مأساوي في قسم حماية المرأة، مثل ما تشوفون الأعداد المراجعين جدا كبير، بحيث أعداد الموظفين الموجودين لا يتناسب مع حجم المراجعين. طبعا التقصير يعود ليس بالموظف، لأنه أعداد الموظفين المتواجدين جدا قليلين، ويعني لا يستوعب حجم المراجعين. السيد معالي وزير العمل الأستاذ أحمد الأسد، أعداد الموظفين لا يتناسب مع حجم المراجعين بسبب سحب الموظفين اللي هم 30,000 درجة وظيفية، بسبب عدم وجود تخصيصات مقطوعة من قبل الوزارة. فالموظف اللي كان منسب من قبل المحافظة في دائرة قسم الحماية في البصرة تم سحبهم من بناء على طلبهم. يعني الناس لما شافت هاي الفيديوهات، دائرة حكومية تتزاحم ويا أربع دوائر أخرى على ملاية واحدة وتطردهم، دائرة حماية المرأة ما بها موظفين، علقت على هذا الموضوع. ناطق الكردي يقول طبعا شلون مكان ضيق وأغلب مراجعين من النساء وقعدات بالشارع، أنا البارحة شفتهم الله شاهد قاعدات بالقاع على الرصيف، والناس قاعدة على جهة والناس مدري وين، ناس فوق ناس، الله يساعدهم. تالار علي يقول والله صح، أنا هم رحت من الزحام، رجع الساعة بالستة الصبح، رحت لحد الثمانية ماكو لا قانون ولا انضباط، شوفوا حل، مو هالناس شنو ذنبهم وشكرا. سعد أبو كيان، ليش دوم العراقي حاير بزمانه؟ من الله ينتقم منكم يا الفاسدين. وهالة العلاوي تقول كل دوائر الدولة حتى ببغداد يشلعون قلب المواطن ويتفننون شلون يأذوا. فكان هذا تعليق الناس على قضية معاناة المواطن داخل الدوائر الحكومية، وأيضا تزاحم الدوائر الرسمية أو الجهات الرسمية على بناية واحدة، خمسة بناية واحدة، وهالمجلس هذا اللي الشعب مرايده واللي ما مقتنع به يطرد أربع دوائر خدمية أو يطلب بإخلاء أربع دوائر خدمية حتى يأخذ هو البناية إلى، وذن الدوائر يحيرون بزمانهم. أبو علي من لندن حياك الله. الله يحييكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بلد من يقود أحزاب، وهاي الأحزاب تابعة للميليشيات، وهذا يكون مصيره. نعم. وهذا الشعب ملكه، يوم يلطم ويوم يرقص وعلى مود مولد، وخالين هاي الميليشيات وهاي الأحزاب تبوق وتنهب. جين أدري ما تقدرون تبنون بنايات، يعني دوائر حكومية، هاي القصور اللي جيت بوقوها وتنهبوها وتقعدون بيها. لك بابا انت ليش وقت، يعني انت ليش وقت هالشكل، يعني ما جبت مال، انت لا بنيتوا مستشفى لا بنيتوا مدرسة حكومية مثل العالم والناس. ما اعرف الى متى انتوا، الى متى ادري الدول هالشكل تنبني. انتوا يا دولة الحسين 24 ساعة صعدين عن منبر يقولون هاي دولة الحسين، هو هالشكل ينبني الدولة؟ يعني بلد كله ميليشيات، كله عصابات ملتهين بالبوم والنهب والقتل وتهجير. عمي دولة جايين ضد الشعب العراقي، جايين لمصلحة إيران، هيك لا أقول لك ولا هاي، جايين لمصلحة إيران. يعني دولة ما أعرف دولة أدرى هذا الشعب ليش وقت ساكتين، وأنت ما جايبتني يا أخي، ما تتحركون ما تقومون عليهم دولة ميليشيات ولا عصابات، ايش منتظرين منهم انت ذولا؟ ايش منتظرين؟ نعم. منتظرين منهم خير؟ نعم. حياك الله، ما اعرف. شكرا 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 لك ابو علي. نروح هسه الى قضية تردي الخدمات والاهمال الصاير بشوارع العاصمة الحبيبة بغداد والمدن العراقية في كافة المحافظات، لكن راح نوجزها ببعض الفيديوهات. مواطن يرصد لنا وجود كاميرات مراقبة تسجل مخالفات مرورية بحق السائقين بواحد من الطرق الرئيسية اللي هو طريق أربيل، لكن العجيب والغريب بالأمر اللي ما يتحمل أي تفسير، إنه الشارع مو شارع نهائيا، شارع مدمر بشكل كامل لا يصلح لسير المركبات بسبب التكسر والإهمال
عدم وجود أعمال صيانة، هذا كله بوقت الغرامات دق على السيارات. تعالوا نسمع. مثل ما تلاحظون شارع جميل، طسات وحفر، سيارة ما تقدر تمشي، لا صالون لا بيك اب لا سيارة حمل. بدك تشوفون الشارع بدك تحسون انه هذا شارع موجود في قرية نائية، قرية بعيدة كل البعد عن المدنية والتحضر، قرية بعيدة عن كل شيء بيتحضر، في بلد ما شاف الحضارة بحياته. بس الغريب انه هذا الشارع بالعراق، وشارع رئيسي يربط الشمال بالوسط والجنوب، واللي يريد يروح للشمال يعبر عليه، واللي يريد يرجع إلى الوسط والجنوب يعبر عليه. وين صايرة فلوس الغرامات والجبايات والضرائب؟ وين ده تروح ميزانية الدولة؟ وين ده تروح؟ أما نطلع من هذا الشارع نروح إلى محافظة أربيل، مواطن من مدينة سامراء التي كانت تسمى سرة من رأى، يرصد لكم أحد شوارع المدينة على مدخل مدينة سامراء، مكسي بظلام دامس. ليش؟ لأنه ماكو إنارة بيه. إيش قد صار له على هالحال؟ 25 يوم. ليش يابا؟ أعمدة الإنارة تعرضت إلى خلل. زين، 25 يوم أعمدة إنارة شارع متعرضة إلى خلل، وهو شارع رئيسي يعتبر مدخل إلى مدينة، ما حد انتبه له؟ ما حد طلع من دائرة الكهرباء أو الجهة المعنية أو البلدية يصلح؟ ويعتبر هو أهم شوارع مدينة سامراء. إذا شارع رئيسي ومدخل هذا حالة، شلون باقي الخدمات بالمناطق الثانية؟ تعالوا نشوف. السلام عليكم. طبعا الشارع اللي طور حديثا مدخل مدينة سامراء من جهة القلعة بعد ما تعبر الصدارة المركزية، أمام أعين السادة المسؤولين. طبعا الشارع مو مسلم لحتى الآن إلى بلدية سامراء أو إلى حكومة سامراء المحلية، يعني أي دائرة ما معنية بهذا الأمر. الإنارة طافية ما يقارب صار 25 يوم. خلل بسيط خلل كبير، مو في ذمة الدائرة، لا دائرة توزيع كهرباء سامراء ولا بلدية سامراء. المواطن شنو ذنبه؟ اريد اعرف انا اليوم كمواطن متكلم الى من اوجه رسالتي؟ هل يا ترى راح نبقى عايشين هاي الوضعية؟ انت لما تحكي عن شارع رئيسي، يعني المشكله هنا تعرفون شنو المشكله هنا؟ انه السيارات لما تريد تمشي وهو ما يشوف، واضافه الى انه اكو جهه ثانيه احتمال واحد يفتح العالي، لما يفتح العالي المقابل هم راح يفتح العالي، كميه اناره السائق للطريق راح تكون ضئيله جدا، وكميه حدوث الحوادث في هكذا طرق راح تكون كبيره جدا. اذا الخطر على اليمن على ارواح المواطنين والاهالي. لكن 25 يوم شارع ما بقلوبات، ليش يصلحوه؟ عادي، ما صار لهم 20 سنة العراق ما بكهرباء، صلحوها. أما بمحافظة ذيقار، أحد الطرق الرابطة بين مركز المحافظة في مدينة الناصرية بباقي الأقضية والنواحي الإدارية اللي موجودة بمحافظة ذيقار، يناشد لنا أحد الناشطين يقول هذا الطريق رئيسي يربط المركز بالأقضية والنواحي وباقي مناطق المحافظة، أتمنى توفروا لنا أعمدة إنارة. ذاك إذا عاطلة 25 يوم هنا ماكو نهائيا، وأكو ظلام دامس بالشارع، وهذا الظلام يتسبب بحوادث مرورية كثيرة ويأثر على حياة المواطنين، فنتمنى أنه يسمعوا. خلونا نسمع. خدمة للصالح العام، رسالة المحافظ ذيقار محمد هادي. سبق وأن سولفت وناشدت وقلت يابه هذا الطريق من الناصرية لآخر قضاء اللي هو الفجر مظلم، نحتاج إنارة. ركزوا وياي يا رؤساء الوحدات الإدارية،
السالفة قلت كل واحد يحدد حدوده، من الناصرية للغراف، من الغراف للشطرة، من الشطرة للنصر، للرباح للقلعة للفجر. حاليا الشارع ظلمة، تخيل الشارع إذا صارت فيه إنارة إش قد راح يطلع بيه جمالية، إش قد راح ناس تفرح، إش قد راح تقل الحوادث. شارع حتى تجي من الناصرية توصل للغراف هندس. يعني شارع من الناصرية للغراف هندس. إضافة إلى ذلك إنه الشارع التبليط ما تبي مشاكل هاي التكسرات والفطرات وما أعرف شنو. إضافة إلى ذلك كمية الرمل اللي موجودة على الشارع. تخيل واحد فقير عنده سيارة تايراتها شوية ممسوحة وضرب بريك بهذا الرمل، تلزم؟ أنا أقول لك لا. واحد مشغل العالي بجهة ثانية، أبو تريلا مثلا مشغل كل البروجكترات مالته وماشي، لأن يقول لك أنا سايق تريلا أريد أمشي بأمان، وجاي واحد من هالسايد هذا والإنارة عمتها نهائيا وسيارة قدامه ما شافها، شنو راح يكون الموقف؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يانا من أبو أمير البكري: يحتاج إنارة وتبليط لأن كل حفر وطسات، ويحتاج جزرات وسطية لأن الحوادث جاي تصير، لأن السايدين مفتوحات على بعضهم والسيارات تعبر عرض، بعد يحتاج مصدات ضوء بالليل، يقصد يعني فسفورات. أبو عقيل الحمامي يقول: هو الطريق بين الرفاعي والشطرة حتى للعربين ما يصلح. ومشتاق البدري يقول: يعني أن أنا لمدة سنتين ونص وأنا يوميا أروح ذهاب وإياب للبصرة، والله الطريق تعبان حيل إلى أبعد الحدود. وياسين الخفاجي يقول: طريق الشطرة النصر كذلك مقابل الطاقة، بس اثنين مشتغلات أما البقية محترقات. فتخيلوا معاناة المواطن العراقي بسبب فساد إدارة هيئة الطرق والجسور، لإدارة الطرق والجسور، علما أنه الجبايات على المواطن مشتغلة على قدم وساق وعلى 24 على 24 ولمدة 7 أيام، والمواطن عبارة عن مكينة صرف آلي للحكومة من جبايات، خصوصا فيما يخص الطرق والجسور، والعراق لا بطريق ولا بجسر. صباح من بغداد، حياك الله. أكل. حياك يا غالي. طبعا بالنسبة للطرق والخدمات هاي المفروض الحكومة المركزية والمحلية تهتم بهذا الشيء، وهيئة الطرق والجسور يعني صار 20 سنة ما سويته في الطريق دولي من بغداد للبصرة، لأن أكثر الحوادث والتقارير اللي ترفع من الحوادث اللي تصير هي الوفيات على هذا الطريق ناصرية بصرة. زين أنتم المحافظين لمحافظتين، يعني هاي الأموال اللي صندوق الاستثمار والميزانيات الخرافية اللي تطلقها الحكومة إلى الحكومات المحلية، إيش جاي يسوون بيها؟ وين المقاولين؟ هذا النفط والمنافذ الحدودية العائدات مالتها والضرائب وكل شيء. يعني إحنا هسه حاليا طرق ما عندنا، ويجون يحجون ويسقطون بكل الدول على أساس هم معيشين الشعب برفاه ونعيم، وهي هاي غصبا عنهم يسووها، لأن مو من جيوب خلفوهم، هاي أموال الشعب، أموال الشعب من واردات وبيع نفط وغيرها. لأن إذا طرق ما تقدر تسوون، شو راح تبنون دولة؟ شو راح تهتمون بالوزارة الصحة؟ تجارة كل الوزارات فاشلين بيها. زين هاي أرواح الناس اللي جاي تروح على الطرق والحوادث، ونشوف أبو التيمسي وأبو سيارات وأغلبية سيارات الأجرة الخطوط، لأن تعرف أنت رايحين جايين، وهاي الطرق مو معبدة ولا صالحة حتى أحد يستغلها ويمشي بيها في أمان. لا إنارة، لا تشجير، لا طرق موسعة، لا تبليط، حتى طريقة التعمير مالتهم أو من يريد يسوون شارع ويديمونه طريقة خاطئة، من السبس إلى الأسفلت إلى المواد اللي خلوها بيها للمقاول، كلهم فاسدين، وهاي أرواح الناس يتحملها بالدرجة الأولى المحافظ، محافظ البصرة ومحافظ ذي قار ورئيس الوزراء وأبو هيئة الطرق والجسور، لأن نايم. هاي الاستحداثات اللي جاي يصير والتوسعة بكل العالم، تبدي العواصم توسع بالطرق والجسور في سبيل يأمنون على روح المواطن، وياها خدمة للمواطن ان يستغل هاي الطرق بصورة آمنة له والعائلته. لكن هم متهموا مرواح الناس،
ما تهمهم ارواح الناس لان هم ما يروحون يجون بيها قاعدين بالمنطقه الخضراء وخلي تموت العالم بالطرق من وراء هاي الحوادث اللي جاي تصير. ما جاي يخدم بلد، جاي يهدم بلد هذولي. شكرا شكرا لك اخ صباح. ونروح هسه الى قضيه اخرى وهي قضيه تردي الخدمات والاهمال في البنى التحتيه اللي صاير بالعراق ومحافظاته. اشتكوا مواطنين من اهالي مدينه التنومه بمحافظه البصره من غرق شوارع المدينه واحياء المدينه بسبب عدم وجود بنى تحتيه ومجاري لتصريف مياه الصرف الصحي بمنطقتهم، واللي دا يصير بمنطقتهم بما انه ماكو مجاري وشبكه تصريف يعني شبكه لتصريف المي الصحي. الحال انه فينيسيا الشرق بسبب المياه الآسنه. خلونا نشوفها. شوف هاي الحاله، هاي بالتنومه شارع سبعة، ما هذا الشارع شوف الصاير بي شون تعبان. زين هسه العالم شون تطلع شون تمشي؟ شوف هذا الشارع، ها هاي كله فايض، ما يصير هيك ابو حسن. والله شوف انا الحكومه شنو تاليتها ويانا، بالله هذا الشارع كله فايض، هاي الوادم شون تعبر شون هاي، والله ما يصير هيك. اكو بالعراق دوائر خدميه، لما نسمع المواطن يقول عندنا دائره خدميه يقول ايه ذولا راح يسووا لي خدمات، بس ماكو بالعراق اي شيء اسمه خدمات. خاف عبالكم بالتنومه بس مركز قضاء شط العرب؟ لا، تعالوا نروح هسه الى بغداد العاصمه، عاصمتنا الحبيبه. اكو منطقه اسمها الحسينيه، منطقه الحسينيه في بغداد اكو بيها اشكال، لانه حال شوارع احياء منطقه الحسينيه بسبب سوء عمل إكساء وتبليط الشوارع من 3 أشهر غرقانة بالطين، رغم كثرة الشكاوي والمراجعات لدائرة البلدية، لكن الحال راح تشوفوه باقي على حاله. تعال خلنا نشوفكم الأجواء اللي سويتوها إن من الصبح. تفضل. أذكر السادة المسؤولين الحسينية وعلى هالمشروع اللي جاي يشتغلونه مع التبليط، تعرفون ليش؟ لأن شغلهم كله تمام، صلوات على محمد وآل محمد، ما مخلين قصور هلقد هلقد تحكي عليه ماكو. يعني شوف هاي من شهر 11 يعني بذيك السنة وإحنا حاليا 28/1 إحنا على هالحال هذا. هاك اشتكينا بقائم مقامية، راحت الناس سووا لقائم مقامية كل شيء ما سووا، ورقة اكتبها خلاها على الميز انتهى الموضوع. ناشدنا الأستاذ حسام السعدي كل شيء ما فات. هاك على حالنا. مو هذا الفيديو أكو بإشكالية، تعرفون قضية النفايات بالعراق ما موجودة نهائيا وأكو غرامة مالية للي يشمر نفايات بالشارع. بالقضية بالفيديو أكو قوطية مال 7 هنا وقوطية مال فانتا مشمورة بهالصفحة، وأكو بطل مال بيبسي هنا وباللوف أكو بطل الأخ. فثلاث أشهر صار لهم ديدورون منو اللي شمر بطل أو بطلين البيبسي وقوطية 7 وقوطية الفانتا، لأنه هذا صورة غير حضارية ومنظر غير جمالي، فشلون يشمر بطل بيبسي؟ فديدورون على صاحب البطل حتى يشيلوا، ورا ما يشيلوا يجيبوا لكم التبليط. ثلاث أشهر، ثلاث أشهر الشارع ما مبلط. أدري لو تبلط بمنقاش كان خلصت، لو تبلط بفرشة مال سنون همينة كان خلصت، لو الحادي ليدوية وأربعة دي يدفعوها همينة كان خلصتو، لو السبيز دا تجيبوه من آخر العالم مشي همينة كان إجي. شنو شارع يطول ثلاث أشهر؟ يا بنعبر من بغداد أروح إلى النجف، ناشط يبين لكم في محافظة النجف أكو إشكالية بالنجف. إن الإشكالية اللي تصير في محافظة النجف شن هي؟ إنه إحدى شركات المقاولات في المحافظة أزالت فعلياً رفعة التبليط اللي كملتها قبل كم يوم. ليش؟ لأن الشركة اكتشفت إنه أكو خدمات لازم ترصف جوا تبليط، وتساءل الناشط شنو السبب؟ هسه يلا تذكرت الشركة انه اكو خط مال مجاري، ورا ما كملت وبلطت وخلصت يلا تذكرت انه اكو خط مال مجاري لازم يمد.
يعني يسأل الخلل وين؟ بالشغل وجوي دا يخفوه بهذا الطريقة، لو أكو نسيان وجوي يحاولون يصلحوا بهاي الطريقة، لو أكو عدم متابعة. تعالوا نسمع. من كنا دائما نحكي ونقول أكو ملاحظات على الشارع، شارع كوفة نجف، مشروع شارع كوفة نجف، ما حد يصدقنا. تفضل، الشارع ما صار لأيام من انفتاح والآن تمت إزالة هاي الطبقة، هاي وصلة وأكو وصلة هناك، وهذا على امتداده، على امتداده. هسه شنو عندكم مجاري جوا ناسين فتشي؟ لو اكو مشكله بالتبليط فعلا، هاي الشركه اللي نفذت هل نفذت بشكل صحيح؟ عامه الناس كانت تشوف التنفيذ مو صحيح. وين كان المهندس المشرف والمقيم؟ شنو ذنب الناس هسه؟ هاي هسه ربع الشارع طاير، سايد كامل خارج عن الخدمة، فبالتالي من يتحمل؟ من يتحمل؟ يتحمل اللي أشرف على الموضوع، يتحمل هيئة الأعمار. تذكرون بالعمليات الجراحية أكو بعض الحالات اللي صارت بالعالم، بعض الحالات المعدودة، أخطاء طبية، أنه الكادر الطبي في أثناء العملية الجراحية ينسى شاش، خيط في داخل جسم أي مريض، فتصير بعض الحالات اللي الناس سمعتها، فأكو بعض الحالات اللي نسيت مواد ويسوون عملية أخرى لاستخراج هاي الآلة أو الأداة. الجماعة هنا نفس العملية بلطوا ورا كم يوم، تذكروا أكو خرماشة، الواحد من العمال اللي لما يجي اللوري يذب الجير الأسفلت يجي فرشة حتى تجي الحادي لتدوس هاي الخرماشة بمكان من هذا الرصيف النسوها، فدا يدورون عليها، فإن شاء الله يلقوها ويرجعون يبلطون من جديد. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت، أول تعليق من نور الشمري، المحافظ استلم فليساته من الشركة حتى لو يبلطون بترابها ما يحكي. وصقر محمد يقول خلي يجيك الصيف ودرجة حرارة 50 وسلم لي على التبليط. وحيدر يقول عيب تنشرون هيك أشياء سلبية، ترى يزعل المحافظ. أما نزار الجبور يقول عجيب، هذا بالصيف شلون يصير؟ شكر لما. فشكر لما هي كلمة قاموا يستخدموها العراقيين في قضية التبليط، لما يروح المواطن وبإصبعه يحفر بالتبليط ويبدي يشلع الجير اللي هو من المفترض ما يصير له شيء. أبو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لتعبيد الطرق، نعم، أهم شغلة، وأنا طبعا مو شغلتي لا مهندس ولا بدي أسأل ناس يعني مهندسين وكذا، المواد اللي تدخل في تعبيد الطرق يعني اللي احنا نسميه الجير، هاي الخلطة السديكة، الجير زائدا الزفت زائدا النفط الأسود زائدا البحص زائدا الحصو زائدا الحجر زائدا الرمل المغسول، نعم، وبرادة الحديد والسمنت حتى يصك، أغلب ذني ما جاي يخلوهن، هاي وحدة. ثانيا يبلطون يصرفون مليارات الدنانير وبعدها بسنة أو أكثر يجي حفرة من جديد، شكو يا بئر نسوي المجاري، نعم، وسووا المقاولات. ثالثا ومسألة مهمة يمكن تشفتوها الآن بالفيديو هذا، يعني الطريق الرابط بين مدينتي النجف والكوفة واللي يمتد إلى 12 كيلومتر، نعم، الجانب اللي يجي من الكوفة للنجف أعلى من الجانب اللي يروح من النجف إلى الكوفة بحدود 3 أرباع المتر، والجزرة الوسطية منحدرة حوالي بزاوية 45، تقول عبالك ضاربها زلزال، نعم. زين، احنا بمنطقة جبلية، حتى لو بمنطقة جبلية هم يعدلوها، نعم، يعني اي غباء بالتنفيذ هذول عندهم. واحد سألته قلت له ليش هالشكل، اللي يقول لي حضرتك مهندس، قلت له يعني الا ادخل كلية الهندسة 5-6 سنوات الله سألك هذا السؤال؟ قلت له الله بالقرآن عز وجل يقول لكل ذي عينين مبين هذا أعلى من هذا، نعم، 3/4 المتر، يعني زين إذا مروا وياها طفل ولابسه كعب عالي أو زلقت راح تتكعور هي طفلها للسائد الثاني وتندعم بالسيارة وتموت هي وطفلها، نعم. من المسؤول هذا عنه؟
بعدين بالنسبة للإضاءة، الإضاءة فقط الشارع أو الشوارع الرئيسة بين بالمحافظة وخاصة بين النجف وبين النجف والكوفة، أما جميع الشوارع الفرعية بكل الأحياء ما بيها ولا قلوب واحد. نعم. وشكرا جزيلا. شكرا، شكرا لك أبو زينب. من فساد إلى فساد، وتتغير المشاريع وتتغير المسميات والفساد موجود، تتغير المدن وتتغير الحالة والفساد موجود، وتتشابه كلها بمحاولات التحايل وسرقة أموال الدولة والستة وخمسين القانون اللي وجدوهم بأنفسهم. مشاريع فاسدة وهمية موجودة هنا وهناك والعراقيين يحجون بها. أكو مناقصة، قيمة المناقصة 100 مليار دينار، يا بليش يا بيردون ينشؤون متنزه قرب مطار البصرة بمشاركة 14 إدارة محلية بسنة 2023. ويتساءل الناشط اللي دا يحكي بالفيديو اللي راح تشوفوه بعد شوية، شنو مساحة المتنزه؟ شنو فقرات المتنزه؟ شنو الأبنية الخدمية الموجودة بالمتنزه؟ شنو التبعات مع المتنزه؟ شو راح تفيد المواطن؟ شو وقت راح يبلش العمل به؟ شو وقت راح يخلص؟ بالنظر إلى قيمة المبلغ 100 مليار دينار، والمتنزه مكان الصحراء القاحلة اللي تشوفوها وراكم. مناقصة 14 إدارة محلية في محافظة البصرة، إنشاء حدائق قرب مطار البصرة الدولي. هذه المناقصة سعرها 99.999 مليون دينار. ليش هاي المناقصة ما صارت 100 مليار حتى تنعرض على رئاسة الوزراء؟ هذا السؤال الأول. إلى محافظة البصرة، أنا اليوم كمواطن بصري أتساءل عن هذه المناقصة، 14 إدارة محلية، إنشاء متنزه حالي في محافظة البصرة قرب المطار بقيمة 100 مليار دينار. ما أتهم أنا اليوم، أنا أتساءل شنو هذا المتنزه حتى أفرح اليوم؟ راح يصير أكبر متنزه بالكرة الأرضية حتى أفرح اليوم كمواطن بصري؟ ليش اليوم اختاريتوا الصحراء قرب المطار؟ ومثل ما جاي تشوفون الشعلات التلوث البيئي بهذه المنطقة، المفروض اليوم تعالجون التلوث البيئي حتى المواطن من يجي للحدائق اللي قيمتها 100 مليار ما يستنشق الدخان ويصيبه سرطان. هذا سؤال اليوم يا محافظة البصرة، مو اتهام فقط تساؤل من مواطن بصري. انتو قريتوا الرقم ايش قد؟ ترى الرقم يعني مو طبيعي، الرقم اللي دا يحجون به الجماعة رقم مخيف. 100 مليار دينار، يعني دا نحكي على 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 على, على فتشي خيال. لما نحكي على على 99.999.734,750 دينار، لا عمي 750 دينار شيلوهن وقعوا لنا ياهن بلا زحمة، هواية 750 دينار. شنو الموضوع متنزه ب 99 مليار؟ شو راح تبنون بي مطار؟ تخلون المواطن من بيتهم يكتب أرد أروح المتنزه مطار البصرة، تجي آلة تشيله وتذبه بالمتنزه، توكله وتشربه وتغسله وتونسه وتلعبه وترجع للبيت؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع أو هذا الفيديو. مهدي يقول، مهدي الناصر يقول، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل فاسد وظالم لهذا البلد وشعب المظلوم. أمير الحسيني، جريمة بحق الشعب العراقي هذا اللي جاي يصير. لا إله إلا الله ولا الله ولا عبادة يرضى به. ليش هاي الناس جاي تموت بالجملة يومية بسبب الفقر ونقص العلاجات وهم يلعبون بالمليارات؟ أبو حسين العبودي يقول، يابا إيش قد سوالفنا ويا التبعية، فنك تقنعهم بأنه ذولا حكام زمرة عصابة وليست رجال دولة تخاف مصلحة البلد، حسبنا الله ونعم الوكيل. وسعد أبو علي الركابي يقول، هذا المبلغ لو بانين بيوت العشوائيات بشكل نظامي ويعطي جمالية للمحافظة كان هواي أفضل، ولو بانين بشوارع كان هواي
افضل، ولو يبانين به خدمات وموصلين المي كان هواي افضل، ولو كروا الانهار كان هواي افضل، ولو عالجوا ارتفاع نسبه الملوحه بشط العرب كان هواي افضل، ولو عالجوا الارض اللي تصير صخبه للزراعه وهي ارض صالحه للزراعه كان هواي افضل، ولو دعموا المنتج العراقي والزراعه العراقيه والمحاصيل العراقيه هم كان هواي افضل، ولو شغلوا معامل العراق المتوقفه كان هواي افضل. أنا أعتذر، نسيت، إيران ما تقبل. عندنا انفوجرافيك مشاهدين الكرام من قسم التواصل الاجتماعي القناة الرافدين يسلط الضوء على تقليص حكومة الإطار للحصة التموينية بالعراق وتأخيرها على العراقيين سنويا بمقدار شهرين، وهي تعتبر قوت أغلب العراقيين. خلونا نشوف. من العيار الثقيل، من الفقراء، من المساكين، من العوائل المتعففة، وزارة التجارة باقت لها وجبتين، احنا على اساس نستلم 12 وجبة احنا استلمنا بس 10، التاسع وال11 انباقن مال 40 مليون مواطن مسكين مظلوم. سرقة على الملأ تنفذها وزارة التجارة في العراق للحصة التموينية الشهرية للعراقيين تزامنا مع الارتفاع المضطرد بأسعار السلع الغذائية، فعوضا عن مساعدة الفقراء والكادحين ومحدودي الدخل والحد من آثار انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، تسرق السلطات منهم حصة شهرين، ناهيك عن سوء جودة المواد الموزعة ضمن مفردات البطاقة التموينية. حكومة الله لا يوفقني، لم يكفها فشل وفساد وزارة التجارة الحالية، بل وقفت موقف المتفرج من تقلص عدد المواد الغذائية في البطاقة التموينية التي كانت تصل كل بيت عراقي شهريا وتكفي أو تزيد عن حاجة العائلة العراقية، في وقت كانت البلاد ترزح تحت وطأة حصار اقتصادي خانق في التسعينات. الوجبة مال 24 شهر الواحد ب 15000 دينار يبيعوها على حقهم، لان سيال يخبزون المخابز وبيوتنا يشيلوا يدبوا، قام يشتروا المعالف للحيوان، يعني العراقي حاله حال الحيوان. هاي كرامه الحكومه السيد السوداني ووزير التجاره المحترم. وبعد الاحتلال لم يعد مستغربا أن يتداول العراقيون صورا لرداءة المواد الغذائية الموزعة عليهم والتي تستوردها حكومة الإطار من أسوأ المناشئ والتي لا تصلح للاستهلاك البشري ولا أن تكون في أحسن الأحوال علفا للحيوانات، دون أن تخجل الحكومة من امتعاض العراقيين وسخطهم من فشلها. هذا الطحين مال الشهر التاسع 2023، شهر العاشر والدعش والثناعش ما أدري ينطونا إياه، لو هم يغلسون عنه. فشل تلو فشل يفجع به العراقيون في زمن أحزاب السلطة والحكومات المتعاقبة ذات الميزانيات الانفجارية. فبعد أول أسبوع من العام 2024 تصل الحصة التموينية لشهر أيلول من العام 2023، فأي عامل للإنجازات يتحدث عنه السوداني وقد ابتدأ بفشل وفساد واضحين. أبان الحرب العراقية الإيرانية كان العراق يستخدم طريقة الجفر، وهي يحفرون حفرة بالقاع برمل والطين والتراب، خلون بها بعض المواد ويدفنون بها المحاصيل والحبوب حتى ما تنقصف بالسائلوات حتى يحافظون على الغذاء العراقي. استخدمت أيضا هاي الحالة في التسعينيات أبان الحروب اللي شنتها الولايات المتحدة ضد العراق، ما فسدت ولا مادة بتاريخ وزارة التجارة، أما في تاريخ الديمقراطية والاستيراد والميزانيات الانفجارية كلها فاسدة. الناس علقت على إعلام ميليشيا حزب الله بالعراق تعليق العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية، وهذا خشية من تعرضها لضربات أمريكية قوية، خصوصا بعد إعلان واشنطن التحضير لرد عسكري على الهجوم اللي استهدف قاعدة أمريكية في المملكة الأردنية الهاشمية وأسفر عن مقتل 3 جنود. الميليشيات قالت اللي تعرف بولائها لإيران أنه هي قررت تعليق العمليات ضد القواعد الأمريكية بحجة أنه هي ما تريد إحراج الحكومة العراقية. الله شاهد. القرار أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا على وسم أمة الجبناء، هذا الوسم اللي
قال المالك عليهم. سلام الحسين يقول: فصائل الإطار التنسيقي لم تكتفي بإهانة مفهوم وتاريخ المقاومة العراقية الأصيلة وتلويثها عبر استتباعها للخارج وتحويلها لمقاولة خاضعة للبورصة السياسية فحسب، بل جردتها من قيمتها المعنوية الوجدانية بشكلها العام كخيار الشعوب الحرة ضد محتليها، وصار ينظر للمقاومة في العراق مجرد حزب أو فريق تجار يتنافسون على البضاعة المربحة. سيد مرتضى: السفيرة الأمريكية رومانوسكي ترحب بإيقاف المقاومة الإطارية عملياتها العسكرية وتثمن هذا القرار، عفية بالإطار لو هيج العمالة لو بلاها أمة الجبناء. بلال طالب: من رضي أن يكون أداة لتنفيذ أجندات إيران لتخريب بلده تحت ذريعة محاربة الاستكبار العالمي أو تحرير القدس عبر استهداف القواعد الأمريكية، عليه أن يتحمل وزر كونه المطيع، حيث سوف يكون الرد عليهم وليس على أسيادهم. أما لونا تقول: والاحتلال والمحتل والقضية والكفرة والمقاومة والقادة كلها تبخرت وضاحكة. لا يا جبناء، على هيج تصريح صدعتونا، صار لكم سنين ومن وصلت للصدق وتهديدكم صار حقيقي، انهزمتوا. هاشتاغ أمة الجبناء. هذا الوسم هواية من الناس فعلت عليه، هواية من الناس علقت عليه، وبالنهاية أمة الجبناء من قالها لم يكذب، لأنه يعرفهم حق المعرفة، واللي قالها أنتوا تعرفوا كل زين من هو. هو واحد من الناس اللي ساهم بإيجاد الميليشيات. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم بإذنه تعالى الجمعة. انتظروني، في أمان الله.